السلام عليكم. الزين ديالي قالوا لي يا خويا بانك تالف هذا الدرس هذا ديال لينوفاسيونيل اديسيون او سوستراكسيون. هذا الدرس غادي نعطيه لك كاس ديال العصير لابوكا غادي تشربو وتولي نادي كنادي، محال تمشي من هنا وما تكونش فاهم. هذا الدرس هذا فيه جوج فقرات، الفقره الاولى اديسيون دي دو نومبر ديسيمال، والفقره الثانيه هي سوستراكسيون دي دو نومبر. اذا هنا جمع وهنايا طرح، صافي. شكون اللي صعيبه فيهم؟ تبع معايا غير الاولى وغادي تفهمها مزيح. وعلاش قلت لك تبع معايا الاولى؟ حيت هي اللي فيها القواعد وهي لا باس. قال لك اسيدي القاعده الاولى، لا سوم دو دو نومبر ديسيمو راتيف دو لا ميم سين. شتي لا سوم هو المجموع ديال الاعداد ميم سين نفس الاشاره، اي لو نومبر راتيف دو سين سيلوي دو دو نومبر، يعني الاشاره ديال هاد الجوج تياخذ هذاك العدد اللي هو الخارج. اي دونك لا ديستانس ا زيرو هي لا سوم دو دو ديستانس ا زيرو. ديستانس ا زيرو شرحناها لك، هي اللي كان عندك واحد المعلم وعندك هنا صفر وعندك هنا أربعة، هاد المسافه من هنا لهنا هي ديستانس ا زيرو، فهمتيني؟ ما عليناش. يعني بلغه اخرى شوف المثال، هاد العدد عنده اشاره ميم سين زائد زائد، قال لك الخارج كياخذ الاشاره ديالهم. وهنايا كنديرو الصوم دو دو ديستانس ا زيرو، كنجمعو جوج فاصله تلاته مع تسعود فاصله تمنيه وكتعطيني اتناش فاصله واحد. ما فهمتيش؟ نمشيو للتاني. عندنا هنا هاد العدد عنده زائد زائد، احتفظنا بالاشاره حيت قالك ميم سين العدد اللي تيخرج يكون عنده نفس الاشاره ديالو. اها وهنايا تيقول لك لا ديستانس ا زيرو لا صوم ديالو. الا جمعنا هاد الرقم مع هاد الرقم غادي نلقاو 29. وانا عطيتك غير اللي فيه زائد، ايوا كاين اللي فيه ناقص. كاين اللي فيه ناقص، ايوا هادشي اللي درنا لك غير باش تفهم. ها انت اشاره ناقص ناقص كناخدوها وكنديرو هذا زائد هذا تيعطيني 15.2. صافي. وهادشي كامل ملي تيكون عندنا الزائد، عندك ها هو عندنا الزائد جوج ديال الاعداد، هذا عنده ناقص وهذا عنده ناقص. اشنو كنديرو؟ كنحتفظو بناقص ديالنا وكنجمعو لي ديستونس ا زيرو. هادي هي ديستونس ا زيرو وهادي هي ديستونس ا زيرو، الا جمعناهم جوج غيعطينا 39.07. ما تقوليش دابا ما فهمتيش. فهمت يا استاذ؟ ايوا. والا كان عندك اسيدي المجموع والاشارات مخالفين كما قالوا لينا، لا سوم دو دو نومبر ديسيمو دو سين ديفيرونت، يعني الاشاره ديالهم مخالفين، اشنو كدير؟ واسمع ليا مزيان، فاش كتكون الاشاره ديالهم مخالفين قالك لو سين هذاك الاشاره ديالنا هي كناخذ الاشاره ديال اللي عنده اكبر ديستونس ا زيرو. اذا كان عندنا صفر هنا وعندنا هنايا أربعة وعندنا هنا ناقص جوج، هاد لا ديستونس ا زيرو كناخذ الاشاره ديالها. انا نعطيك مثال، عندنا اسيدي هاد العدد عنده ناقص وهاد العدد عنده زائد، ياك؟ مزيان. وحنا شنو قلنا؟ قلنا الاشاره ديال هاد العدد هو الاشاره ديال العدد اللي عنده اكبر مسافه من الصفر. غنجيو هنايا هاد الاشاره الناقص عندنا ناقص، علاش؟ لان هاد المسافه هاد العدد 12 كبير على العدد 9. صافي، داكشي علاش كناخذو ناقص، حيت العدد 12 عنده ناقص. واش فهمتي دابا؟ مازال نزيدك مثال اخر. ها هو دابا شوف هنايا، عندي هاد العدد عنده ناقص وهاد العدد عنده زائد، ولكن باش عرفنا حنا هنا هذا عنده زائد، لو سين اي بلس كنقولو زائد. علاش؟ لان هاد المسافة 15.61 كبيرة على 8.49، ما كنبقاش نشوف الاشارة. ديك الساعة كناخد الاشارة الزائد ديال العدد الخارج ديالي. مازال واقيلا ما فهمتيش، ياك؟ نزيدك مثال اخر، واللي هو شوف هنايا 15 عندها ناقص وهنايا 15 عندها زائد، ولكن شكون اللي كبير في هذا؟ قانت عندنا 15.1 كبير على 15.09، الخارج ديالي كنعطيه الاشاره ديال العدد اللي كبير اللي هو 15.1. دابا ما تقولياش فهمتي ما فهمتيش. ايوا نزيدك هذا المثال الاخير، ولا ما فهمتيش ديك الساعه خويا هذاك كاز لافوكا زيد فيه السكر مزيان. ها انت شوف، عندنا هاد العدد كامل كيدير اشاره ديالو ناقص، وهاد العدد كيدير اشاره ديالو زائد. ايوا شكون اللي كبير؟ واش هاد العدد ولا هاد العدد؟ هنا
عندنا هذا العدد هو اللي كبير، اذا كناخذ الاشاره ديالو، هو اللي كناخذ الاشاره ديالو ايوا، وكنفرقوهما سي، كندير هذا ناقص هذا صافي، كندير هذا ناقص هذا باش نتحصل على هذا الشيء هذا مزيان. ايوا منين فهمتي لا بارتي الاولى، وتدي معك واحد الخصائص راه خفافين ظرافين، واللي هما هادوك. الا كان عندك شي اعداد ديسيمال او بي و سي كما بغا يكون، ما تشوفش ليا الاحرف، مثلا هنا 2.5 ناقص 3.2 الى غير ذلك. شوف الا كان داك العدد زائد صفر راه بحال اللي كنقولوا صفر زائد داك العدد بحال بحال، وتبقى ديما هو عدد. انا ما عندي والو، عندي طوموبيل وما زدت عليها حتى شي طوموبيل، شحال بقى عندي؟ بقى عندي طوموبيل مزيان. ولا جيت هنا عندي طوموبيل زدت عليه موتور، راه بحال الا عندي موتور وزدت عليه طوموبيل بحال بحال. واجي لهنايا منين عندي طوموبيل وزدت عليهم موتور وطوموبيل، اذا بقات لي موتور وطوموبيل وزدت عليهم طوموبيل. شوف فاش كيكون عندنا الزائد واخا نبدلو في هاد العوامل ما كيتغير والو، عقل غير على هاد القواعد، ولكن دي معاك هادي اللي مهمه بزاف. الا كانوا الاقواس مصبو فوقين بواحد الاشاره ديال ناقص، هاد الاعداد الدخلانيين كيتبدلوا ليهم الاشارات. اش قلت؟ تيتبدلوا ليهم الاشارات، علاش؟ لان الاقواس قبل منهم اشاره ديال ناقص. كما بغي يكونوا الاعداد، عندك جوج، عندك ثلاثة، عندك ربعة، عندك عشرة، الا قبل منهم ناقص كلهم كيتبدلوا ليهم الاشارات. بحال هنايا عندنا ا موجبه ولات ا سالبه، عندنا بي سالبه ولات بي موجبه، وعندنا سي موجبه ولات سي سالبه. شحال ما كان ديال الاعداد، الا كانوا مسبوقين بناقص وهما داخل الاقواس ما ترددش قلب لهم الاشاره. ولا فهمتي الفقره الاولى، هنا راه غنعطيك جوج كلمات في هذه الفقره بركه، ما غنطولش عليك. وانا عندي قاعده خفيفه طريفه حنينه، كتقول لك اسيدي سوستخير اللي هي ناقص، انوم بغولاتيف سي اجوتي سون اوبوزي. وشنو هي لوبوزي؟ كنا هضرنا فيها، قلنا مثلا جوج لوبوزي ديالها ناقص جوج صافي. دونك الا بغيت ندير انايا مثلا جوج ناقص جوج صافي، ما درت شي حاجه صافي. انا نعطيكم مثال باش تفهم مزيان، هانت عطاوني هاد العدد ناقص هاد العدد. اذا شنو قلنا حنا؟ قال لك كنزيدو اجوتي بلوس لوبوزي ديال من ديال هاد العدد. اذا لوبوزي ديال هذا شنو هو؟ هو زائد 6. قلنا لوبوزي هو نفس العدد، تيختلف لنا غير في الاشاره صافي، تيكون ناقص كنردو زائد ولوبوزي ديالو وكنحسبو. نعطيك مثال اخر، عندنا ناقص 26 فاصله ناقص، وهذا ناقص 0.28. دابا هاد العدد هذا كنبدلو الاشاره ناقص بالزائد، وهاد العدد اللي درت انا هنا كنديرو لوبوزي ديالو اللي هو النيت، وكنبدلو ليه غير الاشاره، راه واضحه، وكنحسبو كنشوفو شكون اللي كبير في ديستونس ا0. نرجعو للقاعده الاولى، كنلقى ان 26 كبير على 0، تناخد الاشاره ديالها وكنفرق هذا ناقص هذا صافي. وغنعطيك هاد المثال الثالث، هو عطانا زائد 11.5 ناقص زائد 7.21. غنقلب على لوبوزي ديال هذا اللي هو ناقص 7.21، وقلنا كنبدلو ناقص بزائد، وكنطبقو القاعدة الأولى. عندنا إشارات مختلفين، كنشوفو شكون اللي كبير، عندنا هذا كبير على هذا، كناخدو الإشارة ديالو وكنفرقو الأعداد. واقيلا تعطلت عليك بزاف هاد الكور، يلا خد هاد المثال هذا باش نمشيو في حالاتنا. يلا سير، عندنا هنايا ناقص 2.5 ناقص، قلنا كنحولوها لزائد، وهاد العدد اللي عندنا هنا كنديرو لوبوزي ديالو، هو عنده زائد كنجيبوه بالاشاره ناقص، وكيولي مجموع عددين عندهم نفس الاشاره كنحتفظو بالاشاره ديالنا وكنجمعوهم. وقلت لكم القاعده الاولى راه مهمه بزاف، حتى لهنايا في التمارين بغيتك تفرقي عليا الطرح، تهلا لي فراسك.